أهلا بكم معنا من جديد مشاهدينا إلى فعاليات سوق السفر العربي دبي 2014. نحن هنا في ضيافة عجمان، هذه الإمارة الجميلة الواعدة التي تعد بالكثير خاصة في مجال السياحة، للحديث عن السياحة، عن القطاع، عن مشاركة إمارة عجمان في سوق السفر العربي. أتشرف باستقبال سعادة فيصل أحمد النعيمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان. مساء الخير سعادة فيصل النعيمي. مساء النور، حياكم الله. شكرا لك على هذه الاستضافة الجميلة، جناح مميز في الحقيقة من ناحية التصميم. نبغى نعرف إيش مشاركتكم اليوم أو في هذه الدورة أنتم في إمارة عجمان وحكومة عجمان في سوق السفر العربي. في بداية الأمر نشكركم على استضافتكم لنا في هذا البرنامج الممتع، وأتمنى إن شاء الله يكون اللقاء مثمر لمتخذي القرار فيما يختص قطاع السياحة والاقتصادي عامة. طبعا هذه المشاركة الثالثة لحكومة عجمان بإشراف دائرة التنمية السياحية. أول مشاركة كانت في العام 2011 و12 و13، وحنا اليوم السنة هذه نمثل القطاع السياحي ككل. طبعا لا شك أن دائرة التنمية السياحية أطلقت خطتها الاستراتيجية بالعام 2012-2016، وتمت موائمتها مؤخرا مع استراتيجية إمارة عجمان 2021، وايضا متوائمه مع استراتيجيه حكومه الدوله العربيه المتحده. اليوم السياحه هي صارت العصب الاقتصادي لاي دوله في دول العالم بعد الازمه الاقتصاديه اللي تمت مؤخرا، واثبت القطاع السياحي جدارته انه اكثر عصب اقتصادي متماسك الى الان، وبالعكس وفي تطور مستمر بهذا القطاع. نحن دائره التنميه السياحيه تم انشائها بالعام 2012، وعملنا في العام 2012 بكامل على تأسيس البيت الداخلي للدائرة، والعام 2013 بدينا في وضع القوانين والأحكام والتشريعات اللي تساهم في تطوير القطاع السياحي وجذب الاستثمارات وإنمائها أيضا بالإمارة. الحمد لله العام 2013 ركزنا على القطاع الفرعي الأول للسياحة وهو الهوسبيتاليتي أو الضيافة، وتم تطوير القطاع ووضع معايير تصنيف عالمية، تم تصنيف جميع منشآت الفندقية بالإمارة، وعلى أساسها بدينا باستقطاب أسماء جديدة عالمية كأوبريترز أو كمشغلين القطاع السياحي. آخر الفنادق اللي تم افتتاحها لعام 2014 هو فندق عجمان سراي، طبعا هو ستار وود لكسري كوليكشن، يعتبر من افخم الفنادق الموجوده بالاماره 5 نجوم. سبق الفندق هذا طبعا فندق عجمان سراي، هذا فندق 5 نجوم، وان شاء الله عن قريب 6 شهور 7 شهور من الان بيكون في عندنا فندق فيرمونت. بالتالي بين عندنا وجود دائره التنميه السياحيه السنوات الاخيره بدات تجتذب الأسماء الكبيرة المشغلة لهذه القطاعات. فبإذن الله متوقعين خلال العام 2015 يكون أيضا عندنا منتجعين في ضمن مشروع الزورة اللي هو مشروع بيئي نوعا ما ومحافظ. في عندنا أوبري كأوبريتر ولوكس، فبإذن الله 2015 بيكون عندنا قاعدة المنشآت الفندقية بالإمارة بتوسع إلى 35 منشأة فندقية. ماذا عن السياح سعادة النعيمة؟ يعني شو التارجت تبعكم؟ كم رقم بدكم توصلوا له إن شاء الله في غضون السنوات المقبلة لتحقيق أيضا استراتيجية إمارة عجمان؟ طبعا التخطيط مختلف عن الطموح. خططنا أن نحن نكون عندنا 5 مليون زائر بنهاية العام 2021، نوصل لهذا العدد. نحن اليوم وصلنا 560,000 زائر، هذه اللي طبعا اللي ريكوردد أو مسجلين بالمنشآت الفندقية. عدم وجود مطار حاليا بإمارة عجمان وعدم وجود موانئ تستقبل السواح ما أعطنا الحين نحسب العدد الفعلي للسواح، لكن ريكوردد 560,000 مقارنة ب 320 بالعام 2012، فإذا في تزايد بنسبة تقريبا 100% بالعدد بنقدر نوصل إن شاء الله 5 مليون. بس تضافر الجهود ما بين الجهات المحلية والاتحادية وجذب الاستثمارات الخارجية للإمارة هي بتوصلنا لهذا الهدف إن شاء الله. على ذكر الاستثمارات الخارجية، تركزون عن السائح الأجنبي الذي تودون استقطابه لإمارة عجمان، خاصة وأن الإمارة لديها أماكن جميلة جدا من ناحية السياحية. طبعا يعني السائح الأجنبي أو الزائر الأجنبي، لأن في فرق بين الزائر والسائح. الزائر ممكن يجي لغرض بزنس، عمل أو تعليم أو هذا ويروح، لكن السائح جاي لترفيه للكتشر. كلتا الحالتين الزائر أو السائح هم صارت دولة الإمارات عامة وجهة سياحية عالمية من الدرجة الأولى، فهم موجودين حاليا في البلد. التحدي الأكبر استقطاب أكبر جزء من هذا العدد كشير ماركت أو حصة السوق لإمارة عجمان،
وإبقائهم في إمارة عجمان أطول فترة ممكنة من فترة الإقامة. هذا التحدي الأكبر، لكن هذا ليس معناه نحن في تحدي أو في منافسة مع الإمارات الأخرى، بالعكس نحن كنا نكمل بعض. نعم كنا نكمل بعضنا التكاملية، شو اللي متوفر في إمارة أخرى نحن نكمله بالاتفاق مع الجهة الأخرى. فهو يركز على سبيل المثال، نحن نتكلم عن دبي اليوم وجهة سياحية تسوق والعالم كله شبه الأمر، فممن المجدي أن تنافس إمارة عجمان بهذا المجال لأن تكملت دوركم. الشارقة معروف عنها السياحة الثقافية اسمها أبوظبي اللجر، فكل إمارة حين وضعت نفسها كوجهة سياحية لقطاع معين. نحن اليوم دورنا نكمل أن نحن charming emirates with a unique tourism experience، إمارة ساحرة وتجربة سياحية متميزة. نبغي التميز وتقديم الخدمات كلها بتكلم عنها في عجمان، بالإضافة إلى تكون إمارة ساحرة وهادية. اللي يبغى الصخب موجود الصخب، لكن مش في عجمان، في مكان آخر صخب ورجع هنا. شو القطاعات اللي ممكن إمارة عجمان تركز عليها في التميز؟ هم أربع قطاعات فرعية. أولا hospitality، والحمد لله خلصنا هذا القطاع بالكامل وحين already studio. قطاع الفود اند بيفرج، وحين شغالين على مشروع تصنيف المنشآت العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات، لما نطلع منتج جديد اسمه المطعم السياحي أو المقهى السياحي بمعايير عالمية. وبعدين الشق الثالث اللي هو ترانسبورتيشن أو المواصلات، كيف يتنقل الزائر أو السائح من مكان إلى آخر سواء داخل الإمارة أو خارج الإمارة، وأيضا بمعايير عالمية. الشق الرابع الترفيه، عشان نضمن ان هذا الزائر او السائح يستمر في إمارة عجمان فترة الإقامة كاملة ما يطلع برا الإمارة الا لوجود عنصر غير متوفر بالإمارة حنتكلمنا عنه قبل شوي. العنصر الأخير والأهم والخامس الأمن والأمان. الحمد لله نحن دولة الإمارات معروف عنها الأمن والأمان، لكن نخلي هذا الموضوع صب اهتمامنا كلنا كقائمين على هذا القطاع من جهات حكومية وجهات خاصة. بدون الأمن والأمان لا يمكن يستمر هذا القطاع. الله نعم علينا بهذا الأمر، نستمر فيه ونستثمر فيه أيضا، ونحرص أن السائح يستمتع بوجوده من الطيارة من بلده عن طريق الناقلات الوطنية سواء طيران الاتحاد، الإمارات، العربية، غيرها من الطيران، لين الساعة اللي يطلع فيها أيضا من مطار الدولة وينتقل البلد، يكون تجربة سياحية كاملة متميزة بجميع نواحيها بجميع مناطق الدولة. جميل. سعادة النعيمي شاطرنا الرأي إذا قلت بأنه التسويق السياحي أو الترويج من أهم دعائم السياحة الرائجة يعني والناجحة. أنتم في إمارة عجمان هل تركزون على هذا الأمر؟ شو خططكم؟ شو استراتيجيتكم من ناحية التسويق للإمارة؟ والله هو السؤال إجابته مكاننا. طبعا نحن وضعنا خطة سنوية للترويج عن مقومات السياحة بإمارة عجمان وخلق وجهة سياحية جديدة في عيون الآخرين. بدينا بالعام 2013 في أربع معارض عالمية، ITB برلين International Tourism Bursa، وبعدين توجهنا إلى المملكة العربية السعودية، توجهنا إلى GCC Countries، وبعدين توجهنا إلى ATM المعلم الموجود في العام الماضي، وأيضا في WTM في لندن. السنة هذه زاد العدد أربع وجهات سياحية، وكل سنة في تطور وفي مشاريع جديدة تطلق وفي عدد أكبر من الزوار يكون موجود، وأيضا مشاركة أكبر من قطاع السياحة كبرايفت سيكتر. ثم نشوف اليوم عندنا تقريبا ممثلين من 70% من القطاع السياحي من إمارة عجمان. فبدون ترويج ما تقدر تبيع سلعتك، ونحن نبيع سلعة أن احنا وجهة سياحية مضمونة من حكومة إمارة عجمان وحكومة دولة الإمارات. وجهة صناعية، هل في أقول بأن الإمارة الآن تتجه نحو صناعة السياحة؟ هذا توجه الدولة طال عمرك، مش توجه إمارة عجمان، ونحن نتبع دائما توجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه، أن صارت دولة الإمارات العربية المتحدة منتج سياحي يروج له على جميع المحافل. نشتغل إيد واحدة تكاتف، نكمل بعضنا ونوصل لهدف واحد بالتكامل مع بعض. جميل. سعادة النعيمي، وجود قناة اقتصادية كقناة العاصمة الاقتصادية تروج لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تفضلت حضرتك بمختلف إماراتها السبع ومختلف ثراء هذه الإمارات على تنوعها وتكاملها، أيضا تروج لها اقتصاديا سياحيا تجاريا، إلى أي درجة مهم هذا بالنسبة لكم أنتم كشركاء استراتيجيين في الحكومة الاتحادية؟ شوفي، أنا يمكن أجاوب السؤال بطريقة مختلفة. لنا حاجة فعلية وملحة بوجود إعلام تخصصي.
في كثير من القنوات محلي محلية، طبعا هي قصدي تكون محلية تخصصية. كثير من القنوات الموقرة اللي عندها مبادرات ونشطة جدا في السوق المحلي، لكن مش أصحاب تخصص، بالتالي تغطيتهم لهذه الأحداث تكون نوعا ما سطحية، مجرد نقل الخبر. لكن قناة مثل قناة الكابيتال تواجدها اليوم ركزت على عنصر اقتصادي أساسي قائمة عليه دول، يعني في دول حاليا في العالم كله قائمة على السياحة، انضربت السياحة انضرب اقتصاد الدولة. نحن الحمد لله دولتنا تنوع، عندها تنوع اقتصادي، السياحة عنصر أساسي، فالتخصص الإعلامي جدا مطلوب، وانتو أتوقع إن شاء الله من هذه القناة يكون لها يعني انتشار أكبر وانتشار أوسع ويكون لها متابعين أكثر في مثل هذه المحافل تغطونها بالطريقة الاحترافية اللي يسوونها اليوم، فأتوقع كل إجابة إن شاء الله. كمسؤول سعادة العيمي، شو المسج أو شو الشيء اللي تبغى مثلا توصله قناة محلية إماراتية للإماراتيين وأيضا للأجانب؟ طبعا إحنا التثقيف الاقتصادي جدا مهم. التثقيف الاقتصادي لا يدرس في الجامعات ولا يدرس في المدارس ولا في مؤسسات. الثقافة الاقتصادية هو اطلاع وقراءة وعزل السياسة عن الاقتصاد. متى ما عزلنا هذه المواضيع عن بعضها، نحن عرفنا أن هذه الثقافة الاقتصادية موجودة ومنتشرة عند الجميع. لازم أعرف سياسات الدول الأخرى عشان أبني اقتصادي. فنحن اليوم نقول ثقف نفسك بالاطلاع على القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة المتخصصة في هذا المجال، وأطلب من هذه القنوات أيضا تكون حيادية في الطرح وتكون صريحة في الطرح. في سلبيات نعم، لكن في ايجابيات اكثر على السلبيات، فننظر للنص المليان من الكوب والنص الفارغ هذا نحلله ونجد منه نقاط او فرص احنا نطور من نفسنا فيه. فهذه رسالتي للجهتين، كون ايجابي عشان يكونوا ايجابيين معك. كلمه اخيره ربما للذين ينوون زياره عجمان بشكل خاص ودوله الامارات العربيه المتحده. يعني اماره عجمان ترحب بجميع الزوار والسواح، وأخص بالذكر السياحة الداخلية. رؤية إمارة عجمان السياحية هي وجهة سياحية مميزة وتجربة سياحية مميزة، خلينا نقول في إديتنج سوولة، هذه لازم أقولها بالطريقة الصحيحة، إمارة ساحرة وتجربة سياحية متميزة. فنحن طبعا نقول ساحرة مقصود فيها أن يكون إمارة هادية تستقبل العوائل وتستقبل الزوار وتعطيهم أكبر قدر ممكن من التميز في تقديم الخدمات. أنا أشكرك سعادة فيصل أحمد النعيمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان. أهلا وسهلا فيكم في قناتنا، هي منبركم متى ما تشاءون لأفكاركم لطروحاتكم لكل ما تريدون، حياكم الله في كل وقت. نشكركم على حسن الاستضافة ونلتقي معكم على قريب إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ثم نعود، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.